في ظلال السيرة أبو أيوب يهدي قلبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. كان ليل أبي أيوب طويلا، كان يتململ في مجلسه وعلى فراشه يسأل زوجته، والإحراج يملأه. نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يطق هذا الأمر، لذلك جمع متاعه وأثاثه في زاوية من علو البيت وسكنها هو وزوجته، خشية أن يمشوا فوق رأس نبيه، هم أرقه حتى قرر حسم الأمر. فنزل وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد صلى الله عليه وسلم في العلو، ونزل أبو أيوب في السفل. لم يقف حب أبي أيوب واحترامه وكرمه عند هذا الحد، بل كان يصنع له الطعام، فإذا عاد الطبق سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم ليتتبعها أو يشرب من المكان الذي شرب منه. إلا في ذلك اليوم الذي حزن فيه أبو أيوب بعدما سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. اشتد الأمر على أبي أيوب وفزع، وصعد لنبيه صلى الله عليه وسلم يستفسر عن سبب عزوفه، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الطعام كان يحوي ثوما. فقال أبو أيوب: أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكره ريحه. وأخبره أن كراهيته له من أجل مناجاته لجبريل. هنا تخلى أبو أيوب حتى عن حبه للثوم، فقال في الحال: فإني أكره ما تكره. كان صلى الله عليه وسلم يستقبل أحبابه وأصحابه الذين يأتون للسلام عليه. وفي إحدى مزارع اليهود كان ذلك العبد الأبيض الذي لكمه سيده اليهودي عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يجمع بعض الطعام. استغل غياب سيده أو نومه فتسلل نحو المدينة كما تسلل قبلها نحو قباء، ولما لامست قدماه المتعبتان طرقات المدينة سأل أهلها عن مكان إقامة نبي الله، فأخبروه أنه في بيت أبي أيوب في حي بني النجار. سأل عن بيت أبي أيوب فدلوه عليه فتوجه إليه، ولما وصل طرق الباب واستأذن فأذن له بالدخول، فصعد الدرج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياه وجلس بين يديه ووضع الطعام أمامه وقال: هذا شيء كان لي وأحببت أن أكرمك، وهو هدية أهديها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة. التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأمرهم بالأكل فأكلوا وأكل معهم، فشعر بالارتياح، ثم استأذن ونزل وهو يقول لنفسه: هاتان اثنتان، ترى من هذا العبد الذي شاب وتشققت قدماه
وتغرب بحثا عن رجل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وهل هناك صفة ثالثة يبحث عنها ولم يجدها بعد؟ في ظلال السيرة.